قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة بعنوان الانتخابات حق وواجب. وقد أجرى البرنامج اتصالات مع كل من الأب نبيل حداد والأب بسام شحتيت والقاضي فارس هلسة. أجمع خلالها المتحدثون أن الأردن يخطو خطوات متقدمة نحو التحديث السياسي، حيث لأول مرة تشارك أحزاب وطنية في انتخابات نيابية سادتها عدالة ومساواة كفلها الدستور الأردني وحظيت بإجماع واسع من عموم المواطنين. فإلى هناك، هلا ممكن في كثير الناس بتقول إنه يا نورسات شو دخلكم بالانتخابات وشو دخلكم بالسياسة، دخلوا بالسياسة خليكم بالروحانيات دائما. لكن بدنا نحكي لكم إنه المجمع الفاتيكاني وكل رسائل رؤساء الكنائس بكل العالم ما عم بتدخل بالسياسة أو بالأنظمة، عم تتدخل إنه القرارات السياسية لخير الإنسان. دائما هي الكنيسة مع المظلوم، دائما هي مع المتألم، دائما هي مع حتى بالبلاد اللي بتعاني الحروب أو بتعاني الأزمات تلاقي صوت الكنيسة واضح وصريح لخدمة الإنسان حسب تعاليم الإيمانية الموروثة واللي ورثناها من السيد المسيح بتعليمه من كتابه المقدس. طبعا احنا بنستعين دائما برسائل البابوات بالمجمع الفاتيكاني، رسائل فرح ورجاء قداسة البابا فرانسيس، وايضا في كانت الكنيسة بحثت بالتسعينات والعام 2000 بالمخطط الرعوي عن موضوع الكنيسة والسياسة، وفي فصل كتير كبير حلو كتير عن موضوع انه انخراط المؤمن العلماني في العمل السياسي. الكتاب المقدس بحكي قصة شعب الله. نعم. وكان شعب الله منذ أن بدأ مسيرته الإيمانية من أول أسفار الكتاب المقدس بسفر التكوين، بنلاحظ منذ بلش الإنسان يكون جماعات مع بعض أصبح في قوانين وأنظمة. نعم. يعني عمر اليهودية ما كانت فالتة، يعني دائما كانت في قوانين وأنظمة دقيقة جدا بما يخص العبادة، بما يخص التقويات، بما يخص تنقل الجماعة، بناء المعابد وبناء المذابح التي كانت تقدم عليها الذبائح، كانت تتم وفق أنظمة وقوانين دقيقة جدا. شاهد الشعب اليهودي أنه الأمم بمنطقة حوض المتوسط في عندها نظام سياسي، كانوا بس يجوا على مؤاب يشوفوا في ملك. طب احنا ليش يا يهود احنا شعب الله وما عندنا ملك؟ فصاروا يفكروا ويطلبوا انهم بدهم ينتخبوا ويشوفوا ملك سياسي. فالفكرة السياسية ليست دخيلة على المجتمع على مجتمع شعب الله. فمنذ القرون خلينا نقول 4000 والألفين اللي بعد قبل المسيح والألفية الثالثة اللي احنا فيها، احنا بالثالثة بيقولوا الألفية مزبوط، هاي كله يعني آلاف السنين وشعب الله بيأسس الأنظمة. أبونا لما نيجي نسأل هل بده ينتخب يقول لك إنه أنت إيش بدك، مثلا إحنا على نيجي على النواب المسيحية شو بدك من النائب المسيحي في البرلمان، فإيش ممكن مجموعة الطلبات اللي ممكن المؤمن إنه بحاجة لها في مجلس النواب؟ يعني في ناس كثير بحكي إحنا أردنيين مواطنين والانتماء العقائدي هو إشي شخصي. نعم. وأنا صاحب مقولة حتى بالمجتمع اللي تربيت فيه واللي عشت فيه بحكي أنا صاحب مقولة إنه أنا مسلم الثقافة، فالثقافة العربية الإسلامية هي واحدة ثقافتنا مع مجتمعنا، وأنا مسيحي العقيدي. نعم. والعقيدي هي الإشي اللي بالربط من العقدة اللي عليه شديدة. نعم. وثابتة، فهي أصلاً بقلب الإنسان. الإنسان في ناس كثير من السياسيين المسيحيين بيقول لك أنا بس بوصل مجلس النواب أنا أصبحت أمثل الوطن. نعم. بمثل المسلم، بمثل المسيحي، بمثل الدرزي، بمثل البهائي، بمثل كل اللي موجودين بالأردن، شرائح المجتمع الأردن بالضبط. نعم. الدينية خلينا أو الإثنية أو حتى الطائفية أو حتى العشائرية كمان. نعم. بيبطل هو محسوب على العشيرة اللي طلعته أو على المدينة الفحيص، مدينة الكراك، المدينة اللي طلعته. هذا كلام يعني ذو حدين. نعم. يعني هو سلاح ذو حدين، بدنا نعرف كيف نستخدمه. أن تكون نائبا للوطن شيء جميل. نعم. والأجمل أنك أنت
مين اللي وصلك للمجلس؟ كل الوطن وصلك للمجلس. لذلك اليوم بنشوف 65% من المقاعد مجلس النواب راح تكون للأحزاب. نعم. وراح يوصل حسب التحليل للمحللين السياسيين انتخابات عام 32 راح يكون الحكومة كلها تشكل من مجلس النواب الأعلى أصوات الحزب أو ائتلاف أكثر من حزب لتكوين الحكومة. بيبطل جلالة الملك يعين رئيس وزراء يكلفه. نعم. بصير مجلس النواب هو يكلفه. نعم. وهذا قصد جلالة الملك، تيهيئ المجتمع بدها مشوار هذا لنوصل. نعم. الوقت المناسب أن يصبح النائب وطن، هذا شيء جميل، ولكن أن يحافظ على انتماءاته ولا يساوم. إحنا بنشجع على الانتخابات، والكنيسة بشكل عام بتشجع المواطنين التوجه على الانتخابات. في الوضع العام السياسي والاقتصادي أثر على نفسية الناس، وأيضا أداء بعض النواب كمان كان مخيب للأمال لبعض الناس، عشان هيك ما في ناس عندهم هالتوجه اللي هو عدم التوجه إلى الانتخابات. ولكن إحنا بنشجع على الانتخابات لأنه اختيار الشخص الأفضل بيساعد على بناء مستقبل أفضل. والكنيسة ما بتوقف مع حزب أو شخص ضد شخص، الكنيسة بتوقف مع الجميع وبتشجع الجميع على انه ينتخبوا ويشوفوا الافضل، ولكن مش اللي الشخص اللي عنده مصلحة او حتى اللي بيدفع اكثر. الفكرة هي انه ينتخب الشخص اللي ممكن يخدم الشعب، يحسن في اداء عمل المجلس ويخدم الناس بكل بفكره وأيضا بعمله.